السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى، بتفضل. أحبك الله شيخنا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يبارك. معلش يا شيخ، بسألك في يمين طلاق وقع علي. ها؟ بسألك في يمين طلاق وقع علي. أيوه، ما هو؟ أخويا ابنه عامل مشاكل كتير مع ناس بره، ومش فلوس كتيرة، فأنا سددت مبلغ كبير وما قدرش أسد تاني. فطبعا ها؟ وقع عفوا، علي أخوي. أخوك ماذا صنع؟ مصروف فلوس كتيرة مع ناس بره، وأنا سددت كتير ما قدرش أسد تاني. ايه، والسؤال؟ السؤال ان انا طبعا من كثر المشاكل عفوا، اخوك مسرف او مبتلى؟ والله ما اعرف، ما عرفتش حاجه، ما قدرش اوصل له الفلوس راحت فين. لا يعني عفوا، اخوك رجل معروف بالعدالة والصلاة والصلاح، ام معروف بالتبذير والاسراف واحتساء المخدرات مثلا؟ لا، ما بيشربش، هو بيصلي ويصيم ومعتدل، بس مش عارف بقى الفلوس ودها كلها فين. تسأله؟ سألته وما رضيش يجاوبني. لما رضاش يجاوبك خلاص تريث إلى أن تأخذ جوابا مطمئنا، إلى أنك تنفق الأموال في محلها، تزل بأي عذر بكلام طيب. وإما هو تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، إذا وسع الله عليه سأوسع، إلى أن تتأكد أين تذهب الأموال. من كتر المشاكل فانا حلفت من طلاق بلقيت اللي حجي لي وربني على فلوس حضرب هو واخوي مع بعض. لا لا تفعل، لا تضربه، لكن تكفر عن يمينك ولا يقع طلاقك. اكفر كم تكفرت؟ كفرت يمين يا شيخ؟ اطعام 10 مساكين. 10 مساكين، بارك الله فيك يا شيخ. أحيبكم.